محمد إسماعيل صبري من محافظة اسكندرية، وحقق 1409 كيلو متر في قيادة العجل، كان المفروض أرضى بكيلو كيلو. فيصل منير محمود أيضا في قيادة العجل ب 1220 كيلو. من محافظة الجيزة وفي رياضة الجري، حقق 236 كيلو، وكان المطلوب 100 كيلو. إيهاب سعيد توفيق أيضا في الجري، حقق 284 كيلو، وبرضه كان مطلوب 100 كيلو فقط. Gracias.